انتشرت مؤخرا ما يسمى بالسيجارة الإلكترونية. فما هي السيجارة الإلكترونية؟ وما هي أضرارها؟ التفاصيل بعد فاصل قصير. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة توب تنات. السيجارة الإلكترونية هي جهاز إلكتروني يعتمد مبدأ عمله على تبخير السائل الذي يحتوي على النيكوتين في داخله وإخراجه على شكل رذاذ يتم استنشاقه. وبالرغم من ظهور بعض القناعات بأن السيجارة الإلكترونية أقل خطرا من السيجارة العادية، بل وبأنها تساعد على التخلص من إدمانها، إلا أن هناك دراسات أثبتت خطر السيجارة الإلكترونية، وخاصة عند الأشخاص الذين لم يسبق لهم التدخين من قبل. إليكم بعض من أضرار السيجارة الإلكترونية، وهي كالتالي: أولاً، زيادة خطر الولادة المبكرة. من أضرار السيجارة الإلكترونية على النساء الحوامل بشكل خاص أنها قد تتسبب في الولادة المبكرة وموت الجنين أحياناً. ثانياً، تأثير سلبي على الجسم بسبب احتوائها على النيكوتين. أضرار النيكوتين على الجسم عديدة وخطيرة جدا، ومن أهمها أنه يسبب دوار ومشكلات واضطرابات في النوم ومشكلات في الدورة الدموية وجفاف في الفم وتشنجات في الرئتين وإسهال وآلام في المفاصل ورعشة في العضلات وعسر الهضم وحرقان في المعدة وزيادة فرص الإصابة بالنوبات القلبية. ثالثاً، تقدم للجسم مجموعة من السموم. بالإضافة إلى وجود النيكوتين، فهناك مجموعة أخرى من المواد الضارة السامة لجسم الإنسان، ومنها الأسيتالديهيد والفورمالديهايد، وهي مواد مسرطنة. الأكرولين، وهي مادة تؤدي إلى أمراض خطيرة في الرئة، مثل الربو، الانسداد الرئوي المزمن، وسرطان الرئة. البنزين، وهي مادة موجودة في دخان السيارات ولها تأثير سلبي على الدماغ والصحة عموما. ثنائي الأسيتال، وهي تؤدي إلى التهاب القصبات الهوائية. بروبيلين جلايكول، مادة مستخدمة في مضادات التفريز. عناصر أخرى خطيرة مثل الرصاص والكادميوم. رابعا، الإدمان. إن استبدال السيجارة الإلكترونية بدلاً من العادية يقلل فرصة ترك التدخين ويبطئها، بل ويحتاج الشخص لمساعدة طبية للتخلص منها، وهذا يعني الإدمان. خامساً، تأثير سلبي على الآخرين. من أضرار السيجارة الإلكترونية أنها تؤثر سلباً على الأشخاص المحيطين بالمدخن. سادساً، زيادة رغبة المراهقين بالتدخين. بترويج الشركات للسيجارة الإلكترونية وإغراؤهم بنكهاتها المتعددة وإعلانهم بعدم خطورتها، يشجع ذلك المراهقين على التدخين والإدمان عليه. سابعاً، التأثير السلبي على الدماغ. يؤثر النيكوتين سلباً على الدماغ ويزيد من الرغبة في تجربة المدمنات الأخرى مثل المخدرات والكوكايين، كما ويؤثر على مراكز الانتباه والتعلم والمزاج في الدماغ. ثامناً، زيادة فرصة الإصابة بأمراض الرئة المزمنة. من أضرار السيجارة الإلكترونية أنها تؤدي إلى زيادة معدل الإصابة بأمراض الرئة الخطيرة المزمنة، وتشكل الأعراض السعال ومشكلات في التنفس وآلام في الصدر. تاسعاً، ظهور أعراض مرضية على الجسم. قد يتسبب استخدام السيجارة الإلكترونية إلى ظهور أعراض مختلفة مثل الغثيان والاستفراغ والإسهال والتعب والحرارة وفقدان الوزن. إذا أعجبك الفيديو شاركه مع أصدقائك لتعم الفائدة على الجميع، وندعوكم للإطلاع على الفيديوهات الظاهرة أمامكم، ولا تنسوا الاشتراك بقناتنا وتفعيل جرس التنبيهات. في أمان الله.